ومن جانبه قال ناطق باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري، قال إن الجيش الوطني شرع فورا في المرحلة الثانية من العملية العسكرية بعد استعادة الهيمنة على الهلال النفطي وتتمثل في مطاردة الجماعات المسلحة في الصحراء. هذا وكانت القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر قد نجحت في استعادة السيطرة على المنطقة بعد إلحاق الهزيمة بما يعرف بميليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي. نجاحات وانتصارات يحققها الجيش الوطني الليبي، فبعد ساعات من انطلاق عملية تحرير منطقة الهلال النفطي من قبضة الميليشيا المسلحة، نجحت القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في استعادة السيطرة على المنطقة بعد إلحاق الهزيمة بما يعرف بميليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي والمتحالفة مع تنظيم القاعدة. وتضم المنطقة موانئ رأس لانوف والسدرة والحريقة والبريقة وزوتينية، وتعد أهم موانئ تصدير البترول الليبي. المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري قال، وذلك في تصريحات خاصة لأونلايف، إن القوات شرعت في المرحلة الثانية من العملية العسكرية بعد استعادة السيطرة على الهلال النفطي، وهي مطاردة الجماعات المسلحة في الصحراء. وأضاف أن القوات المسلحة لن تغادر الهلال النفطي وستظل تقوم بواجبها في حماية المنشآت النفطية. ستظل كافة المواني والمنشآت والحقول وخطوط نقل البترول في ذمة القوات المسلحة الآن. تحركات الجيش الليبي لاستعادة الأمن بالبلاد وفرض السيادة على كامل التراب الليبي هو ما أكد عليه المسماري. سنعمل على فرض السيادة الليبية وفرض القانون الليبي على كامل بقاع الوطن بإذن الله. التطورات الميدانية في ليبيا تأتي في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود السياسية لحل الأزمة، حيث من المقرر أن تستضيف الجامعة العربية السبت المقبل اجتماعا رباعيا يضم كل من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط والمبعوث الأممي مارتن كوبلر وممثل الاتحاد الافريقي جاكايا كي كويتي، بالإضافة إلى ممثلة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني. ويهدف الاجتماع إلى دفع الجهود التي تبذلها دول الجوار الليبي خصوصا مصر وتونس والجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وفقا للمحددات التي يتفق عليها الليبيون. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من بنغازي مراسلنا بكر الشرقاوي. بكر، ما هي آخر الأنباء بالنسبة لحرب الشوارع بالعاصمة طرابلس في يومها الثالث على التوالي، خاصة في منطقة قصور الرئاسة؟ أهلا زميلي سيد، منذ الساعات الأولى من صباح أمس بدأت معارك عنيفة بين الميليشيات المسلحة بمدينة طرابلس بالعاصمة. أسفرت هذه الاشتباكات عن اقتحام قصور الضيافة بالعاصمة وأصيب فيها السيد خليفة الغويل فيما يعرف رئيس وزراء فيما يعرف بحكومة الإنقاذ بطرابلس. نعم نعم، ولكن هل هناك يعني أنباء عن أعداد عن كذا؟ لا توجد اي انباء عن اي شيء سوى ان تلك الميليشيات بدات منذ امس في اقتحام بعض المصارف والبنوك بطرابلس والتبادل اطلاق النار فيما بينهم بعضهم البعض. اسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل احد الشباب، قام بعدها مظاهرات بطرابلس من الاهالي بمطالبه بطرد تلك الميليشيات المسلحه خارج المدينه. نعم، ماذا عن العملية الثانية في أو المرحلة الثانية في العمليات العسكرية بعد استعادة الهيمنة على الهلال النفطي؟ الآن تقوم القوات المسلحة العربية الليبية بتمشيط كامل لمنطقة الهلال النفطي، لأن بعد أي اقتحام للجماعات الإرهابية المسلحة لأي منطقة تقوم بتفخيخها وزرع بعض الألغام، تقوم القوات المسلحة العربية بتمشيط تلك المناطق للاطمئنان على كافة المنشآت النفطية داخل الهلال النفطي والمساعدة في استلام تلك المنشآت بشكل تدوم فيها العمل بشكل طبيعي وتدوم فيها الحياة بشكل طبيعي. كما أيضا هناك ضربات جوية تنفذها القوات المسلحة العربية الليبية لمنطقة الجفرة جنوب الهلال النفطي، تلك المنطقة التي تعد من أكبر المعاقل للجماعات الإرهابية المسلحة والتي انطلقت منها الهجمات الأخيرة على الهلال النفطي.
هل هناك مساعدات خارجية ربما تتمثل في مساعدات جوية روسية؟ لا توجد أي مساعدات خارجية أو ضربات نفذتها قوة خارجية هنا في ليبيا. الضربات الجوية تعتمد فقط على سلاح الجو الليبي التي قامت بالأمس وعلى مدار الأسبوع الماضي بطائرات طراز ميج، هي التي قصفت مواقع الجماعات المسلحة، ولا يوجد أي تدخل خارجي ساعد الجيش الليبي في عملياته في معركة تحرير الهلال المصري. شكرا بكر الشرقاوي مراسل أون لايف من بنغازي.